إن هذه المجزرة التي حصلت لم تضعف من قوى أهل تبع الرام وتل حاصل الشرفاء، بل زادت من عظيمتهم أكثر فأكثر. أيها الحضور الكريم، في هذه الفعالية نتعرف من خلالها على أهم الأحداث التي حصلت في سنة 2013 في الشهر السابع من اليوم 27، ثم نسلط الضوء من خلال العرض التلفزيوني. شهداء أكثر من 50 شهيد، كان في عدة فصائل واجهنا فيها، واجهنا النزوح، واجهنا الحروب، كان عندنا حرب إلكتروني، حرب الخيانة، حرب بكل معنى الكلمة، لكن في عندنا كان مقاومة من الشعب، شعب يعني كان في عندنا تكاتف من الشعب تل عرن وتل حاصل بشكل جماعي. وبالنهاية كمان نحن ندين ونستنكر المنظمات الإرهابية اللي قامت بحق شعوبنا جرائم لا إنسانية بحقنا. هذا الحاصل كان محزون بشرفه. وصلنا خبر انه تقريبا حجز حول 300 انسان مدني ضمن معمل الكابلات. والناس اللي نزحت وصارت طلعت على الاراضي الزراعيه كذلك الامر، صاروا يتجولوا من السيارات، ايش في شباب مسكون. طبعا في شفنا اشياء من اغلب الرفاق اللي كانوا ضمن المقاومه هاي انجرحوا وصابوا. بالاخير لما تقريبا خلصت الذخيره عند الرفاق كان المقام حج عابد، كان هو اكبر رجل موجود بيناتهم، عمره فوق 60 سنه كان. فقالوا للشباب انا انسان كبير بالعمر، انا اكلت عمري، انتم شباب قدامكم عمل، انتم ممكن تاخذوا بكرامة، انا راح اعطيكم، انتم سهروا. طبعا في رفاق وافقوا، في رفاق ما وافقوا، صار جدال كبير. الله يحفظهم اصر الكل يطلع هو يحميهم. فالمرحوم بالفعل تم يقاوم أكثر من ساعة، وكان هالعمر هذا يركض من طرف لطرف بحيث يهم المهاجمين كلياتهم، إنه في مجموعة كبيرة موجودة عمال يشتغل معهم. باقي الشباب وين دخلوا؟ اللي كان إصابة كبيرة ما كانت تمشي، ما كانت تتحرك، اللي إصابة خفيفة شالوهم. مجزرة من مناطق الشابان، طبعا بدأت المخطط لمجزرة الحصن العران هي من قبل مرتزق داعش جبهة النصرة أحرار الشام، بإضافة إلى 19 فصيل عسكري مؤازرة لهم، طبعا بإضافة إلى عساكر إلى فصائل عسكرية كردية كانت مؤازرة لهم، هي منها كاتبة أزادي صلاح الدين. طبعا هي الهجوم بلش فيه من خلال بداية انعقد اجتماعات بين الفصائل المرتزقة بقيادة القياديين كل من عبد الجبار العقادي وابراهيم صالح بإشراف الميت التركي ب 24 حزيران 2013. طبعا لنتيجة هذه الاجتماعات تم تشكيل غرفة عمليات لريف حلب الشمالي لتمخيض للهجوم على مناطق لتهجير، الهدف منها تهجير الشعب من مناطقهم وإبادات جماعية. طبعا تم محاصرة بلدتي تل حاصل وتل عرن في 27/7/2013 المصادف 19 رمضان. تم محاصرة البلدتين والهجوم بالأسلحة الثقيلة والدبابات والقذائف. تم طبعا مقاومة الأهالي لهي الهجوم المرتزقة، راح نتيجتها 50 شهيد من أهالي المنطقة وتهجير باقي الشعب، وطبعا الهدف منه تهجير الشعب من مناطقهم والإبادة الجماعية.
طبعا نحن اليوم بالذكرى التاسعة لمجزرة الحصى وتل عرن ندين كافة المجازر الجماعية اللي ارتكبت بجميع الشعوب المضطهدة، وندعو لجنة تقصي الحقائق لإثبات هذه المجازر، محاسبة المرتزقة على ما فعلوا بإبادات جماعية. شهيد نمري، شهيد نمري، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد.